كان يا ما كان، يمكن مش فقدي بالزمام، هوني في تونس، بالتحديد في تونس العاصمة. ثم شاب ذكي برشا، يمكن انتم ما تعرفوش ويمكن برشا منكم يعرفوه. الشاب هذايا هو صغير في الحمر، اما عنده حلمة كبيرة. الحلمة هذية لا انا ولا انتم نجموا تعبروا عليها كيما ينجم يعبر عليها هو. الشاب هذا موجود معنا اليوم هو كريم حميد. عسلامة كريم. عسلامة، أهلا. أنا اليوم تبارك الله نشوف في حاجة غريبة وعجيبة يمكن التوانسة الكل ما نجموش يفهموا شنو هي. شنو هي هذه كريم؟ هذا يدل صاروخ علمي تجريبي، سي اون فيزي اكسبيريمونتال. الصاروخ هذايا وقت اللي يطير يطلع في الفضاء، يطلع حتى شي كيلومتر كيلومتر ونص، من بعد يهبط باراشوت، يهبط بمظلة. في الطلوع نتاعو يقيس التغيرات المناخية، يقيس التغيرات في التمبيراتور، في البريسيون، في الهوميديتي، يقيس الفيتيس نتاع الصاروخ وهو طاير، نحطو فيه جي بي اس باش نعرفو معناها التراجيكتوار نتاعو كيفاش صار، نحطو فيه كاميرا باش نصورو معناها باش نعمل انفجستخمون فيديو على الفول نتاع الصاروخ وهو طاير، باش من بعد وقت اللي الصاروخ يهبطلنا بالباراشوت نتاعو، ناخذو الباتي الكترونيك نتاعو وين حاطين لي كارت ولي كابتور الكترونيك، ناخذوهم ونستخرجوا منهم المعلومات نتاع المشروع هذا. كريم لحظة شوي، احنا قبل كانت عندنا مشكلة صغيرة، كنا ما نصدقوش النشرة الجوية ونقولوا زعما بربي بالحق، انت اليوم زعما باش تحل لنا المشكل هذايا؟ انا اليوم ان شاء الله باذن الله نجمو نحلوا المشاكل نتاع النشرة الجوية والمشاكل نتاع معناها الصواريخ العلمية والعقدة نتاع التونسي انه يسخر روحه ما ينجمش يصنع. التونسي راهو وقت اللي يحط في مخ كي يبدا عنده إرادة وعزيمة ينجم يصنع حتى صاروخ. كلمة صاروخ في حد ذاتها في العقلية نتاع التونسي، العقلية نتاع التونسي كي وقت اللي يوصف حاجة صعيبة يغزل صاحب ويقول له تشفيك ماكش باش تصنع صاروخ. الصاروخ هي تصنع، الصاروخ حاجة سهلة حاجة بسيطة. واليوم شكون صنعو؟ صنعتو انت؟ ما صنعتوش انا وحدي. صنعتو انا واصحابي. شكون هم اصحاب؟ اصحابي عندي صديقي احمد خنفير، وعندي صاحبي اسمه محمد وائل الصغير يخدم معايا زادة في البروجي، وحسام وسهير وإناس مجموعة كاملة، فهمتني؟ كريم ومحمد بوكاري فهمتني عاوني في الالكترونيك زادة نتاع كارتاج 01، نقدم له التحية. كريم انت اليوم كشاب تونسي اكيد عندك حلم لأجل تونس وطالب حاجة من تونس. اول شيء شنو تطمح من اجل تونس؟ نطمح من اجل تونس انه الصاروخ هذايا هو خطوة، الخطوة الثانية، الخطوة الاولى الصاروخ الصغير، الخطوة الثانية الصاروخ اللي تراو فيه، نحبو ان شاء الله يطير في سماء تونس في جويليا 2012 ان شاء الله. وبما اني نقرا في الهندسه الاعلاميه في تونس، قررت انه مشروع التخرج نتاعي يكون على نفس السياق وفي نفس المجال اللي هو الميدان الفضائي. مشروع التخرج نتاعي قمر صناعي صغير، قمر صناعي من نوع بيكو ساتيليت. الهدف من القمر الصناعي هذا انه وقت اللي يطلع في المدار نتاعو ويبدا يدور على الكره الارضيه، ياخذ صور من العالم وبالخصوص ياخذ صور على تونس، ياخذ صور من تونس من شمالها الى جنوبها. الصور هذوما نستخدموهم في النشره الجويه باش نعرفوا الحركه نتاع السحب، باش نعرفوا عنا عواصف، عنا امطار، معناها الحاجات المناخيه اللي معناها اللي نظهرهم في النشره الجويه التونسيه. النشره الجويه التونسيه للاسف تاخذ الصور نتاعها من قمر صناعي اوروبي. جات الفكره هنا علاش مش النشره الجويه التونسيه تاخذ المعلومات من قمر صناعي تونسي. هذا يا حلم صغير، بيكو ساتيليت ان شاء الله يكبر ويولي ميكرو ساتيليت ويولي ميني ساتيليت وبعد يولي ساتيليت كبير
معناها الوقت اللي نلموا اكيب كامله، الوقت اللي الخبرات اللي في تونس التونسيه واللي في خارج تونس التونسيه زاد، الخبرات التونسيه اللي تخدم واللي تفيد في البلدان الغربيه يرجعوا لتونس ويساهموا في بناء تونس في الميدان العلمي وفي الميدان الفضائي خصوصا. كريم، هذا مطمحك من اجل تونس، انت طالب من البلاد اكيد ومن اهل البلاد انهم يعاونوك باش يكبر البروجي هذا، شنو تقول لهم؟ بالضبط، المشروع هذا كما قلت لكم ماهوش وحدي، عندي فريق يخدم معايا، والفريق معناها يرحب بكل الخبرات وبكل الشبان اللي عندهم طموح ويحبوا يقدموا بالبلاد. اول طموح واول مطلب نحبوه معناها السناء ان شاء الله نحبوا تونس واهل تونس والدوله والحكومه في تونس الدعم المشاريع الفضائيه متاعنا وتعطينا التراخيص اللازمه والمكان المناسب باش نطيروا المشاريع الفضائيه متاعنا. بخلاف كاتاسفر 2 ثم صاروخ برانس، ثم صاروخ البوراق، ثم صاروخ تانيت 01، ثم صاروخ سقا 01، ثم صاروخ توني كروزر، ثم صاروخ BM01، ان شاء الله ما نسيتش صاروخ اخر. الصوره خدمه اللي حاضرين، مي ثم صوره قاعدين يتخدموا ان شاء الله باش نشاركوا بيهم، نحبوا نطيروهم في جويليا ان شاء الله، نطيروهم ونفرحوا ونقدموا القدام، على خاطر احنا في تونس كي نعمل مشروع وينجح يحفزنا باش نعمل مشاريع اكبر ومشاريع معناها في اكثر قوة واكثر حجم. اللي طالبوا انا انه نلقاو الدعم المناسب لتنظيم تظاهرة سميناها ايام تونس الفضائية. ايام تونس الفضائية وين باش نطيروا ان شاء الله باش نتوجوا نشاطنا العلمي لجمعية وكالة الفضاء التونسية، نشاطنا العلمي اللي هو تأثير وإنجاز مشاريع فضائية، مشاريع كصواريخ علمية تجريبية، كصواريخ متواصلة، كطائرات مسيرة عن بعد، كمناطيد علمية. إن شاء الله بإذن الله نطيروهم هذوما السنة ويكونوا معناها إطلاقات ناجحة، مش عام الجاي إن شاء الله نكبروا في مشاريعنا. نحبوا زادة القمر الصناعي كارتاج 601 يلقى الدعم، على خاطر الدعم خاطر ولا التكلفة نتاعو تقريبا 500 مليون اللي يشوفها برشا، أنا نشوفها حاجة ضئيلة في الميزانية التونسية وحاجة ضئيلة. ماتش كورة ينجم معناها يلمها بكل سهولة، حتى شيء ما يهون قدام البحث العلمي. بالضبط، حتى شيء ما يقول راهو تقدم البلدان، تقدم البلدان راهو مرتكز على البحث العلمي، تقدم البلدان عمره ما كان وقت اللي نصرفوا على الكرة ولا وقت اللي نصرفوا على حاجات ممكن نشوفوها تافهة. التقدم العلمي، تقدم الدول مرتكز على دعم البحث العلمي، على دعم الشباب، على دعم القدرات الشبابية، على خاطر الشباب هما اللي باش يهزوا البلاد، مسؤولية البلاد على كتافها. الشباب إذا كان ما نطوروهمش من توا، الجيل الجاي ماهوش باش يلقى البلاد اللي يحب عليها، ماهوش باش يلقى أحلامه تتحقق. السنة إن شاء الله نحبوا دعم معنوي ودعم مادي ودعم بكل الأشكال للعلماء في بلادنا. ما نعتبرش روحي عالم، نعتبر روحي مجتهد في الميدان العلمي، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. كريم هو شاب تونسي كانت حلمه حلم مشروع، اليوم أنا قدام الحلم هذايا ما عندي ما نقول إنه هذا صاروخ قرطاج لازم يوم من الأيام وعلى قريب زادة ما يتم إلا إنه يطير القدام.